أهلا بكم مشاهدينا مجددا. واحد من المواضيع الساخنة التي تدرس في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقد في أديس أبابا، ولو أنه غير مدرج ضمن برنامج القمة الرسمي، هو مكانة جبهة البوليساريو في الاتحاد. الجلسات المغلقة شهدت لعبة حامية لشد حبل دبلوماسي بين من يريد تعميق مكانة الجبهة وعلى رأسهم الجزائر، ومن يريد طردها وهي قوى تقودها المغرب. إلى ذلك لا تزال الأصداء مستمرة حيال حادثة طرد الدبلوماسية الإسرائيلية من القمة. وقبل قليل أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن هذه الخطوة جرت لأنه لم تتم دعوة أي ممثلين إسرائيليين. إلى جانب التحديات الاقتصادية والأمنية في دول القارة، شكل طرد الدبلوماسية الإسرائيلية والمناكفات حول قضية الصحراء وعضوية البوليساريو أبرز مجريات الجلسة الختامية للقمة 36 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. قطع الطريق على المحاولات المغربية لمغالطة الاتحاد الأفريقي بشأن القضية الصحراوية، فمسؤول صحراوي قال إن جمهورية الصحراء لن تسمح باستغلال ما وصفها بدولة الاحتلال المغربي لأي مؤسسة من أجل تمرير مناوراتها الخبيثة على حد تعبيره. محاولة المغرب لطرد البوليساريو من الاتحاد قوبلت بتقديم الأخيرة ترشحها لمنصب النائب الأول لرئيس مؤتمر القمة، إجراء اتهمت وسائل إعلام مغربية الجزائر وجنوب أفريقيا بالوقوف خلفه ضمن مساع سمتها خبيثة. فجدل مستمر حول قانونية عضوية البوليساريو التي تعتبر من مؤسسي الاتحاد الأفريقي. الجزائر وجنوب أفريقيا لم تغب كذلك عن تهم إسرائيل بالوقوف خلف حادثة طرد الدبلوماسية الإسرائيلية، خطوة وصفت بالمهينة والصفعة لإسرائيل، إذ نسبها البعض إلى فشل إسرائيلي في اختراق القارة السمراء. صدمة إسرائيلية، لا سيما وأن الجانب الإسرائيلي ادعى تلقي دعوة رسمية لحضور القمة، أمر لم ينفيه الاتحاد من جهته، ما أثار تساؤلات عن دواعي طرد الدبلوماسية الإسرائيلية. رئيس الدبلوماسية العامة في جنوب أفريقيا قال إن مسألة طرد الدبلوماسية الإسرائيلية لا علاقة لها بموقف بلاده والجزائر، إنما لكون صفة إسرائيل كمراقب معلقة، موقف جاء استباقا لجلسة التوبيخ الذي دعي إليها سفير جنوب أفريقيا لدى إسرائيل احتجاجا على سياسات حكومته. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد إسحاق لبنون السفير الإسرائيلي الأسبق، ومن مدريد سيد الطالب علي سالم الناشط في جبهة البوليساريو، ودكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في الشؤون الاستراتيجية والسياسية ينضم إلينا من الرباط. دكتور عبد الفتاح، المصادر المغربية لم تتحدث عن هذا الأمر كثيرا من الناحية الرسمية، لكن ما هي آخر الجهود التي بذلت من أجل إخراج البوليساريو من الاتحاد إن بذلت، وما هي فرص نجاحها؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك. أنا في تقديري أن المغرب يبذل هذه الجهود في الحقيقة منذ العام 84، لأنه صحيح. حينما انسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية بعد أن ضمت في عضويتها الكيان الوهمي، كان قد يحتج على المنظمة آنذاك بالقانون المادة الرابعة من يعني ميثاق المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، والذي هو بحرفيته يعني نسخته حتى منظمة الاتحاد الإفريقي منذ العام 2001، يمنع أو يعطي العضوية للدول ذات السيادة، بمعنى الدول التي هي أعضاء في الأمم المتحدة وتمارس سيادتها على إقليم معين وعلى السكان وتحظى بشرعية، وبالتالي دول ليست حركات أو تنظيمات، أو حتى إن تجاوزا أردنا أن نعتبرها حركة تحرر، لأنه في الحقيقة بوليساريو ليست حركة تحرر، إنما حركة انفصالية تأسست لاحقا من أجل أن تدعو الانفصال في أرض مغربية، استعيدت بقرارات أممية واستعيدت بإجراءات يعني تفاوضات الكل يعرفها. من ناحية أخرى يعني الميثاق المؤسس للاتحاد الإفريقي وفي مادته 30 يمنع أو يعلق عضوية أو يدعو إلى تعليق عضوية الدول التي تكون فيها حتى إن كانت أعضاء وحدثت فيها تغييرات غير دستورية. الانفصال هو في جميع التقديرات عند جميع فلاسفة القانون الدولي المجمع عليه هو أنه الانفصال يعتبر شأنا أو شيء أو شكلا أو تحولا أو حركة غير دستورية. الانفصال مجرم بالقانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة يجرم الانفصال، حتى المادة أو يعني القرار قرار الجمعية العامة 15-14 المتعلق بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة
يجرم الانفصال، يعني استرجاع الأراضي والاستقلال شيء والانفصال شيء آخر، وبالتالي الوجود أصلا وجود البوليزاريو في الاتحاد الإفريقي غير شرعي، إضافة إلى كل هذا الآن حاولوا أن يخلطوا الأوراق بموضوع إسرائيل الذي لا علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد، لأنه مسألة إسرائيل وعضويتها كعضو مراقب. إسرائيل بالمناسبة لديها علاقة مع 45 دولة إفريقية، علاقة دبلوماسية كاملة، وجودها كصفة مراقب أو غير هذا لا يعني المغرب في شيء، ولا علاقة للمغرب بهذا، ولم لم يدافع لا عن إسرائيل ولم يدعو إلى أن تكون عضوا مراقبا. بالمناسبة هناك دول إفريقية 45 دولة دعمتها لكي تكون عضوا مراقبا، هناك تحركات منذ العام 2016 لإسرائيل. سأتي لموضوع إسرائيل، سأتي يخلطوا الأوراق. إضافة إلى دعوة مشبوهة يعني حتى جنوب إفريقيا يعني قبل أيام قليلة قام الحزب الحاكم فيها بتوجيه دعوة إلى طرد المغرب، يعني شوف يعني السخافة والغباء والتخلف القانوني والسياسي. دعني أعطي الفرصة لسيد طالب. سأعود إليك دكتور. المتحدة طيب لتكون عضوا دكتور في منظمة إقليمية. دعني أعطي الفرصة لباقي الضيوف والإبقاء على تنظيم انفصالي. طيب سيد طالب، سمعت ما يقوله دكتور عبد الفتاح، وهذه عمليا تلخيص للرواية المغربية التي تقول إن هذه بالنهاية ليست دولة وإنما حركة انفصالية وجودها أصلا غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري بحسب الأعراف الموجودة في الاتحاد والأممية، ما رأيك؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. طبعا هذا ما عودا عليه الخطاب الرسمي المغربي، وهو بعيد كل البعد عن الواقع. إذا كنا نتحدث عن ما يسميه كيان وهمي، لماذا كل هذا العمل الدبلوماسي وكل هذه المجهودات المغربية؟ فهو وهم. إذا كنا نتحدث عن كيان وهمي، لماذا نحن جالسون اليوم نتحدث عن كيان وهمي؟ الوهم يعني من المعروف أنه لا يوجد. بالطبع الدولة الصحراوية موجودة وهي عضو في الاتحاد، عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، ويعني من دخل الاتحاد الإفريقي وبعدين خرج 33 سنة وبعدين رجع للاتحاد الإفريقي وحاول طيلة كل هذه السنين يعني الضغط على الدول الإفريقية لإخراج الدولة الصحراوية هو المغرب، هذا هو الواقع. لكن يعني في سنة 1984 خرج المغرب من المنظومة الإفريقية بشرط، قال لم أعود، قال أنا ذاك، وهذا باعتراف من طرف السلطات المغربية في سنة 1984، لم نعود إلى الاتحاد الإفريقي حتى أن يتم إخراج ما يسمى بحسب يعني التصريحات المغربية ما يسمى بالدولة الصحراوية. ففي سنة 2017 عاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والدولة الصحراوية كانت موجودة طيلة 33 سنة من الضغط من طرف المملكة المغربية على الاتحاد الإفريقي لإخراج الدولة الصحراوية. لم نرى إلا العكس تماما، رأينا تشبث ودعم غير مسبوق من طرف الاتحاد الإفريقي ومن طرف الدول الإفريقية للجمهورية الصحراوية بقيادة جبهة البوليساريو، وداعما دائما هذا الاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا، ومنددا بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية. فعاد المغرب يعني محذور الرأس يجر هزيمته في سنة 2017 للاتحاد الإفريقي، وهذا شيء مهم جدا، لأنه عودة المغرب كانت مشروطة بالتوقيع على كل مواثيق الاتحاد الإفريقي بما فيه الاعتراف بكل الدول الأعضاء، الدول الأعضاء التي منهم الدولة الصحراوية، ووقع المغرب على هذه المواثيق ووقع على الاعتراف بالدولة الصحراوية بقيادة جبهة البوليساريو. فهنا التناقض، عندما تعترف بالجمهورية الصحراوية بقيادة البوليساريو في الحدود الموروثة على الاستعمار، الفرق سيطالب أن البوليساريو بعد ذلك أعلنت وقف إطلاق النار. طبعا، لكن نتحدث عن عودة المغرب في 2017 وقع على مواثيق أنه يعترف بكل الدول الأعضاء بما فيه الدولة الصحراوية، ووقع على أنه يعترف بهذه الدول حسب الحدود الموروثة عن الاستعمار، أي حدود الصحراء الغربية الآن. فهناك تناقض كبير، نرى المغرب يقول أنه لا يعترف بشيء اسمه البوليساريو والصحراء الغربية. لكن هناك الكثير من السياقات سواء بين المغرب والبوليساريو تغيرت، سياقات إقليمية تغيرت، سياقات دولية تغيرت، ربما يطلعنا عليها دكتور عبد الفتاح بعد قليل. أعطي الفرصة لسيد إسحاق ليفانون. سيد إسحاق، حصل الكثير من اللغط والأنباء المتضاربة حول الحادثة وتداعيات حادثة طرد المبعوثة الإسرائيلية. قبل قليل رئيس المفوضية للاتحاد الإفريقي يقول لم ندعو إسرائيل أصلا، وكأنهم تسللوا إلى القمة وذلك أخرجناهم، ما ردك؟ أولا إذا تسمح لي يعني أنا أريد أن أتحدث بخلاصة على الموقف الإسرائيلي من البوليساريو والصحراء المغربي وآخره. إسرائيل تتطلع إلى هذا الموضوع كشأن داخلي مغربي بين البوليساريو والمغرب ومن ورائه الجزائر وبعض الدول الأفريقية. نحن لا نتدخل بهذا الموضوع، وهذا موضوع داخلي. صحيح أنه في إطار المحادثات
واتفاقيات إبراهيم أو أبراهام يسمونه، طلبت المغرب أو لمحت لنا المغرب أنه ستكون مسحورة إذا إسرائيل ستدعم المغرب بموقفها بما في ذلك الاعتراف بالمغرب على الصحراء على الصحراء على الصحراء المغربية، ومن ضمن ذلك أيضا دعم البرنامج المغربي للحكم الذاتي للبوليساريو داخل المملكة المغربية. ولكن إسرائيل لن تقوم بهذه الخطوة. وبخصوص الموقف الإسرائيلي في هذا الاتحاد، هذا غير صحيح، لأنه ليس من المعقول أنه سفيرة إسرائيلية ومبعثة إسرائيلية ستصل إلى أديس أبيبا بدون أن تكون مدعوة وبدون أن تكون باستطاعتها أن تتدخل داخل هذا الموقف من الاتحاد الإفريقي. هذا يعني غير صحيح. وإسرائيل في الاتحاد السابق السنة السابقة هي دعيت أن تكون مراقب في صحيح. هذا الاتحاد، وهذا هو الموقف الإسرائيلي. لذلك نحن طلبنا من سفير جنوب أفريقيا أن يأتي إلى وزارة الخارجية، ليس للتوبيخ ولكن لإنذاره أنه هم ينفون علاقتهم في الموضوع. بصراحة جنوب أفريقيا تنفي علاقتها، ونحن نريد أنه إسرائيل ستبقى كما قال صديقي هنا من الرباط، أنه إسرائيل علاقات دبلوماسية مع 54 دولة أفريقية من ضمن 55 صحيح. لذلك موجود هناك دعم أفريقي واسع لإسرائيل أن تكون مراقب في هذا الاتحاد. نعم، أريد أن أعود إلى المغرب والبوليساريو. دكتور عبد الفتاح، الآن ما هو عدد الأصوات التي استطاعت المغرب حشدها من أجل أن تناصرها في مطلبها إخراج البوليساريو؟ وما لو أخذت كل الأصوات وكل الدعم والتأييد، ما ضمان أن يطبق ذلك؟ لأننا شهدنا أن أو نعرف بأن الدول الأفريقية أحيانا قراراتها تختلف بين ليلة وضحاها، أنظمتها السياسية غير مستقرة، وأنت تدري يعني هذه السياقات. هذه من صراحة من التعقيدات الواقعية الموجودة، طبيعة نظم سياسية في إفريقيا والمشاكل الموجودة فيها، إضافة إلى أنه الاتحاد الإفريقي نفسه وباعتباره وليت مجموعة من المقتضيات القانونية في إطاره أو في نظامه يعني الخاص أو حتى في مجموعة من البروتوكولات الملحقة، كلها وليتها عن منظمة الوحدة الإفريقية، وهو بالحاجة إلى إصلاحات، لأنه ببساطة مثلا الاتحاد الإفريقي في هذا يعني الميثاق الخاص به والذي ورثه عن منظمة الوحدة الإفريقية ورث نفس المقتضى الذي يقول أنه هناك يعني أنظمة أو دول إذا حدثت فيها تغييرات غير دستورية ينبغي أن تعلق عضويتها أو أن ترد أو أن تطرد، وأيضا تحدث على أنه شرط سيادة ضروري جدا من أجل تمتلك أي دولة إفريقية العضوة، يعني ينبغي أولا أن تكون دولة إفريقية عضو في الأمم المتحدة بمعايير العضوية، يعني ليست كيانا موجودا في دولة أخرى يقيم مخيمات للاحتجاز يحتجز فيها أناس يسميهم لاجئين. هذه ليست دولة بأي معنى من المعاني ولا توجد لها شبيه في أي مكان في العالم. من ناحية أخرى المغرب حينما عاد، يعني حتى أصحح للضيف الذي يتكلم من إسبانيا، هو أنه المغرب حينما عاد في العام 2017 تغيرت مجموعة من المعطيات لم تكن متواجدة في عام 84. في العام 84 حينما دخلت الجمهورية الوهمية يا أخي، هل يمكن أن تسمعني؟ هل يمكن أن تسمعني؟ هل يمكن أن تتعلم في يوم من الأيام استماع؟ يعني هل يمكنك أن تجرؤ على الاستماع؟ هل لك الجرؤ على الاستماع؟ دكتور عبد الفتاح، تابع لو سمحت النقطة، تابع لو سمحت النقطة السيد دكتور عبد الفتاح. لا، لأنه نعرض النقاش بهذه الطريقة، هو يريد أن يزيح النقاش عن سكته بهذه الطريقة، معروف أسلوبه يعني هذا الشخص. من ناحية يعني الاعتبارات المتعلقة بالتغيرات التي حصلت في العام 84 حينما دخلت الجمهورية الوهمية بإعاز أنذاك وبدعم من القذافي ومن الجزائر، كانت في ظروف، أولا كان المغرب قد بدأ في بناء عملية الجدار يعني الأمني الذي قام برمي المرتزقة إلى تندوف، أيضا المغرب طرح مبادرة سياسية في العام 81 هي مبادرة الاستفتاء، فكانت البوليساريو تبحث عن عنوان سياسي لأنها تعرف أنها ستطرد قريبا من جميل مجمل العملية السياسية، وبالتالي جرى التحضير لإقحامها في منظمة الوحدة الإفريقية تمهيدا للعام 88، حيث سيتم إدراج خطة التسوية المشتركة التي ستلحق لاحقا وستضمن في القرار 690. بعد ذلك جاء اتفاق وقف إطلاق النار.
طرح المغرب يعني لاحقا الحكم الذاتي، حظي بمجموع باجماع، ظهرت مشكله الساحل والصحراء في العام 2013، حاله جرت تحت الجسر مياه كثيره، واصبح على الاتحاد الافريقي ان يواكب هذه التحولات على المستوى الاممي والعالمي. المغرب عاد الى الاتحاد الافريقي لاقتلاع هذا يعني الجرثومه الخبيثه من الاتحاد الافريقي التي تعطل، ليس الاتحاد الافريقي فقط، يعني تعطل مجموعه من الامور وارادات شعوب القاره الافريقيه. صحيح. لانه منطقيا يعني انا يعني اعلم ضيفك الكريم شيئا اساسيا، إذا رجعت يا ولد العزيز إلى يعني البطاقة الأمم المتحدة ستجد في الفصل الثامن تفصيلا لعلاقات المنظمات الإقليمية على شاكلة الاتحاد الإفريقي، ستجدها علاقة بالأمم المتحدة من بوابة أنه تفاصيل كثيرة. دعني أخذ رأي سيد طالب عليها. الدول الأعضاء تخاطب الدول، لا والله الدول هذه مهم، مهم جدا أخي الكريم، الأمم المتحدة وميثاقها يخاطب الدول الأعضاء الداخلون في هذه المنظمات ويعطي لها أدوارا محددة ودقيقة. يعني إذا عدت إلى القانون الدولي وإلى تفاصيله تجد أن هذه الكلمة المكتوبة في ميثاق الأمم المتحدة ولائحة الدول في يعني ميثاق الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه، هذا كله لا معنى له من الناحية الواقعية، لأنه وكأنك على رأي يعني فيلم عادل إمام الذي سمى الفنكوش. دعني أعطي الفرصة لباقي الضيوف، وقبل ذلك أشير الخبر العاجل الذي رأيناه قبل قليل. المفوضية الإفريقية جددت تأكيدها قبل قليل أنها علقت عضوية إسرائيل كعضو مراقب على أن تبحث لجنة هذا الأمر، وهذا طبعا القرار هو نفسه الذي كنا قد سمعناه قبل أكثر مرة في السنة الماضية. سيد طالب، هذه نقطة أيضا مطروحة بأن وجود البوليساريو أصلا هو عبء، والدليل على ذلك أن الكثير من القمم التي كانت تجمع قوى دولية مع إفريقيا مثل قمة المؤتمر الإفريقي الياباني الذي انعقد في تونس، القمة الأمريكية الإفريقية، القمة السادسة للاتحاد الإفريقي للاتحاد الأوروبي، الكثير من الأمور تعطلت بسبب وجود البوليساريو وبسبب عدم اعتراف هذه القوى الدولية بالبوليساريو كدولة، عدم اعترافهم بالجبهة بالجمهورية الصحراوية. للتعقيب بطريقة مختصرة على ما قاله ضيفكم، طبعا أنا لم أنزل إلى مستوى، فنحن أرقى وأرفع من الذين جعلوا من قلة الأخلاق. أدخل النقطة أكثر نقطة سيد طالب، دكتور عبد الفتاح دعني أتفهم معه. سيد طالب أدخل النقطة، أحط إنسان في هذا الكوكب يا أنت. يا سيد يا دكتور عبد الفتاح، لو سمحت يجب على الجميع أن يحترم بعضه بعضا. سيد طالب أدخل النقطة لو سمحت، أدخل النقطة لو سمحت. هل أنا السابق؟ هل أنا البادئ بهذا اللغة؟ يقول دكتور علم النفس المعروف ويليام جيمس أن النرفزة في النقاش يا سيد طالب، أدخل في النقطة لو سمحت، أدخل في النقطة. أتحداك إن قلت للمصدر ويليام جيمس. هكذا نضيع الوقت، يجب أن نجعل الاحترام اللغة السائدة هنا. سيد طالب أدخل النقطة بعجلة لو سمحت، الوقت شرف على الانتهاء. طبعا كل العبارات التي قالها ضيفكم، أطلب من ضيفكم أن يحتفظ على هذه العبارات لنفسه، لأنها تقول أكثر عنه مما تقول عنه. فكما قلت، قالت يعني الدكتور المعروف ويليام جيمس أن النرفزة في النقاش هي الدليل القاطع على فقدان الحشة. سيد طالب بسرعة بطريقة مباشرة، والله يعني ويليام جيمس لا علاقة له بالموضوع. يا سيد طالب، سؤالي لك جاوب عليه لو سمحت، الوقت شرف الانتهاء. إجابة على سؤالك، إذا رجعنا، وهذا منشور من طرف الصحافة الإسبانية إلى تصريحات النظام المغربي في سنة 2017 عندما عاد إلى الاتحاد الإفريقي، قال ستكون بضعة أشهر فقط لنطرد أو لنخرج ما يسمى بالجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي، وفاتت 6 سنوات ولا زالت الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الإفريقي بكل الاعتراف وبكل الدعم، ولقد رأينا كيف شارك رئيس الجمهورية الصحراوية وزعيم جبهة البوليساريو السيد إبراهيم قالي في نفس القمة التي شارك فيها الملك المغربي، في نفس القاعة التي كان يرفرف فوقها علم الجمهورية الصحراوية، والذي قدم له التحية الملك المغربي قبل الدخول إلى القاعة. فيعني يمكن أن نتحدث بهذه العبارات الدعائية ودعايات بروباغندا. سيد طالب حاولت البوليساريو ومن خلفها الجزائر تعميق وتمكين وتمتين جبهة البوليساريو على صعيد الدولي في القمة التي ذكرتها لك قبل قليل، سواء مع الولايات المتحدة أو أوروبا وغيرها، وفشلت رفض هذه الدول الاعتراف بالجبهة أصلا. ما ردك على ذلك؟ إذا أردنا أن نكون واقعيين، تحالفنا مع الجزائر نفتخر به وهو عز وكرم لنا كصحراويين، لكن من يستنجد من إسرائيل هو المغرب، يريد إدخالها الآن الاتحاد الإفريقي، يريد إدخال إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي لتساعده. طيب الوقت يمر بسرعة، دعني أنتقل لسيد إسحاق لبنان. فقط بطريقة مختصرة أريد أن أقول أنه المغرب يعمل
داخل الاتحاد الافريقي لادخال اسرائيل كدولة عضو مراقب لتساعده في الضغط على الدول الافريقيه والعمل من داخل الاتحاد الافريقي لعرقلة اعمال الاتحاد الافريقي في تصفيه استعمار الصحراء. اسرائيل لها علاقه مع 45 دولة افريقيه. طيب سيد اسحاق نعود هنا الى موضوع اسرائيل. المفوضيه قالت قبل قليل العضويه الاسرائيليه كمراقب هي معلقه. السؤال لك، ما هو برايك مستقبل مكانة إسرائيل في الاتحاد الأفريقي؟ هل سوف تبقى هنا على كف عفريت كما نقول باللغة العامية؟ هل سوف تبقى معلقة أم على العكس سوف نشهد تحولا في هذه المواقف؟ أنا آسف على هذا القرار، وهو نفس القرار الذي اتخذته الاتحاد الأفريقي في المؤتمر القادم. بما ذلك أن اللجنة ستدرس وتطلب وتفسر للاتحاد لماذا إسرائيل ستكون مراقب. أنا أظن أن مصلحة الدول الأفريقية أن إسرائيل ستكون هناك لأن باستطاعتها أن تساعد الدول الأفريقية للتطوير والتقدم وإلى آخره. النقطة الثانية هي صحيح أنه لدينا علاقات دبلوماسية وطيبة مع المغرب، ولكن أنا لا أظن أن المغرب هو الذي يدعم إسرائيل كمراقب، لأنه هنالك علاقات دبلوماسية مع 45 دولة أفريقية والكل يدعمون إسرائيل. وأخيرا أنا مقتنع أنه في آخر المطاف إسرائيل ستكون مراقب في هذا الاتحاد لأنه لمصلحة الجميع بما في ذلك الاتحاد وإسرائيل أيضا. بخصوص البوليساريو أنا أكرر ما هو الموقف الإسرائيلي، يعني بالرغم من المواقف من البوليساريو ضد إسرائيل والجزائر ضد إسرائيل، إنه هذه مشكلة داخلية مغربية مع البوليساريو والجزائر، ونحن نأمل أن يوصلوا إلى حل إذا كان على الحكم الذاتي أو حل آخر. نعم. طيب دكتور عبد الفتاح، استكمالا لنفس هذه النقطة، هناك من يقول أن ما يحصل عمليا داخل الاتحاد الأفريقي معركة مغربية جزائرية، كل واحد يستخدم فيها سلاحه الخاص، واحد يستخدم البوليساريو سلاحا له والآخر يستخدم إسرائيل سلاحا له. هو يعني هذا الموضوع موضوع علاقة إسرائيل بالاتحاد الإفريقي، أنا قلت أنه أكثر من 45 دولة في يعني القارة الإفريقية لها علاقات دبلوماسية متقدمة وكاملة بما فيهم جنوب إفريقيا نفسها مع إسرائيل. يعني المغرب في جميع الأوراق، يعني كل هذا النقاش المغرب لم يقدم ولا ورقة واحدة ولا ملتمس واحد ولا اقتراح واحد، المغرب لا علاقة له بهذا الموضوع. كل هذا النقاش وهذه الجلبة التي أثيرت منذ العام 2019 المغرب لا علاقة له بها، يعني لا يمكن أن تسجل حركة دبلوماسية واحدة في القارة الإفريقية أو في الاتحاد الإفريقي بخصوص بقاء إسرائيل كمراقب من عدمها. ثم هذا الموضوع كله أنا بالنسبة لا معنى له لأنه يخص إسرائيل فقط، لا معنى له في العلاقة بوضعية البوليزاريو. وضعية هذا يعني تهريب للنقاش وخلط الأوراق. وضعية بوليزاريو في الاتحاد الإفريقي شيء آخر، بوليزاريو تم إقحامها في العام 84 باعتبارها دولة في حين أنها ليست دولة، يعني بمنطق الأمم المتحدة والقانون الدولي ليست دولة. وهذا يعني يمكن أن يحيلنا على أنه هناك حركات تحرر. بوليزاريو ليس حركة تحرر، بوليزاريو حركة مرتزقة انفصال، لكن حركات التحرر الحقيقية في القارة الإفريقية التي فعلا شكلت دول لاحقا لم تتواجد في الاتحاد الإفريقي أو في منظمة الوحدة الإفريقية قبل أن تستولي على السلطة بطريقة معينة. بل أكثر من ذلك، المادة 30 من ميثاق الأمم من ميثاق الاتحاد الإفريقي يقول أنه حتى الدول أو حتى الحركات التي تستولي على الحكومة بطريقة غير دستورية، يعني بانقلاب عسكري أو انفصال أو تمزيق أو ضم أو ما إلى ذلك، لا يمكن أن تبقى أعضاء في الاتحاد الإفريقي. طيب. إذن وجود أسف المبني على باطل فهو باطل. طيب. أنا أقول أنه يعني ببساطة فكرة بسيطة، والله أنا أشرت يعني الأخ الذي يتكلم أنه البوليزاريو مثله مثل قضية الفنكوش في فيلم عادل إمام المشهور، يعني شيء غير موجود. طيب. تجاوزنا هذه النقطة. قاعة موجودة. طيب أنا أخذ رد فعل من سيد طالب. سيد طالب أيضا هناك الذي قال إن كل ما جرى سوى تمثيلية جزائرية لصرف الانتباه عن جهود طرد البوليساريو، أقصد هنا التمثيلية أو ما يحصل حيال إسرائيل. تم ذكر في يعني في المقدمة التي قدمتها طرد البوليساريو أنها كانت واحدة من النقاط المطروحة، لا يعني صلة له بالواقع، لأنه الاتحاد الإفريقي يعتبر الصحراء الغربية غادية تصفية استعمار، والدعم هو دعم متوافق عليه من كل طرف الدول الإفريقية لأنها كل الدول الإفريقية عانت من نفس الاستعمار، وغادية الصحراء الغربية لا زالت مسجلة لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا في انتظار تصفية الاستعمار عبر استفتاء للاستقلال. والدول الإفريقية
تعتمد والاتحاد الافريقي يعتمد على ما تقوله اللجنه الرابعه، واللجنه الرابعه كما قلت تعترف بالصحراء الغربيه كاخر مستعمره في افريقيا. فبالنسبه للاتحاد الافريقي طيله 33 سنه منذ 84 عندما قبلت بعضويه الجمهوريه الصحراويه داخل الاتحاد الافريقي، يعني ما من صدقي لحظه ما من صحه للكلام ان ما يحصل مع اسرائيل هي تمثيليه جزائريه لتغطيه على موضوع البوليساريو. بجملة. إسرائيل هذه المرة تقريبا العاشرة التي تطلب الانضمام للاتحاد الأفريقي كعضو مراقب، ويعني كل هذه المحاولة لخلط يعني قضية إسرائيل بطرد البوليزاريو أو بما يحدث مع المغرب، نحن نعرف أن إسرائيل والمغرب تعملان على نفس الأهداف وهي زعزعة الاتحاد الأفريقي من الداخل. لكن أريد أن أقول نصف جملة دكتور عبد الفتاح، نصف جملة دكتور عبد الفتاح، أقول في جملة لا والله شوف هذه قضية تصفية الاستعمار التي يتكلمون عنها دائما. يا أخي اسمع، أنت تكلم الكلام لي الآن، يعني مدير الجلسة أعطاني كلمة، يعني اسمعني، قضية تصفية الاستعمار في عام 75. طب انتهى الوقت للأسف، انتهى الوقت دكتور عبد الفتاح، نعم باحث في شؤوننا السياسية والاستراتيجية من الرباط ومن مدريد، سيد طالب على لسان وناشط في جبهة البوليساريو، وسيد إسحاق لبنون السفير الإسرائيلي الأسبق من هرسلية. للأسف انتهى الوقت.